وده برضو خلينا ان احنا برضو دورنا كنادي اهلي نروح لحته مهمه جدا احنا شغالين عليها حاليا في الملف العلاقات الخارجيه بتاعنا في النادي الاهلي. طبعا انه احنا برضو كنا في زياراتنا لما بنروح المدريد او المؤتمرات اللي بنروحها، يعني في ناس برضو كتير ممكن تشوف انه الزيارات نازل الاهلي بيعمل زيارات كتير، طب ايه المردود منها؟ طب هي ايه؟ لا بيبقى ليها فوائد كبيره جدا. انت كنت يا دكتور بس عشان الناس تعرف كمان، انت كان في طبعا صناعه كره القدم كان في مؤتمر عالمي انت في ريال مدريد. في ريال مدريد انت ده مثلا معايا ده مدير اداره استاد برشلونه اوكي ستيفن ويلبرنيك، ده راجل يعني عالم في الاستادات، يعني هو اللي ماسك التطوير بتاع الكامب نو بالكامل. الراجل ده اثنى على عرض النادي الاهلي هناك. انا كنت رايح النادي الاهلي، كان النادي الافريقي العربي الوحيد اللي رايح، وبنعرض الرؤيه بتاعت الاستاد. كلمه النادي الاهلي كلمه النادي الاهلي ورؤيه الاستاد النادي الاهلي. الراجل اشاد يعني، حتى بعت ودي طبعا مترجيني طبعا ريال مدريد مع المهندس خالد مرتجي اشاد بالعرض. ولحد عايز اقول لك يعني مثلا من ضمن الاستفادات في الحاجات دي، اما جه يقول لك مثلا في شركات عالميه او سبونسرز بنكلمهم، احنا مثلا يعني على سبيل المثال في مؤتمر ويمبلي الاستشاري بتاع مثلا سبونسر العالمي بتاعنا ده كان حاضر العرض بتاعنا للاستاد. انا ما اعرفش انه موجود، يعني انا ما عرفت بعد كده انه كان موجود في العرض، فبالتالي كان في فيدباك كويس جدا مظبوط افاد في ان الناس دي برضه يعني فاهم. فالحاجات دي بتجيب فوائد اكيد، يعني أكيد. الناس ما تبقاش لمساها، لكن هي ممكن تجيب فوائد بشكل مباشر او غير مباشر بوجودك. انت بتطرح، انا مش بطرح محلي في الفيلد نفسه الفيلد يعني انا مش بطرح محلي ان انا بقول لا ده انا بطرح قدام دي كلمتك يا دكتور بطرح قدام برشلونه بطرح قدام توتنهام بالظبط. في صوره برضو للاستاد للمسؤولين عن استاد توتنهام وهم بيستلموا جائزه احسن افضل استاد في العالم في المؤتمر ده، انا كنت في هم دول ده برضو دول استاد توتنهام ده من حاجات اللي هي الكيس ستاديز اللي احنا مهتمين بيها جدا. انت كنت بتتكلم عنه عاجبك اول الاستاد ده هو يعني استاد واخد احسن استاد في العالم فعلا. فانت بتتكلم في حته انه لا ليها فوائد طبعا بتبقى كبيره، عشان كده برضو ده من ضمن رؤيه الكابتن محمود انه دايما يقول لك احنا لازم في مسايره مع الانديه العالميه ومع المؤتمرات. يطلع مهندس خالد يمثل النادي في مؤتمر، يطلع انت المؤتمر مدريد اللي رحته مع مهندس خالد احنا رحناه كزياره عاديه مش كمتحدثين، ده غير بتاع ويمبلي يعني. اوكي السنه اللي بعدها دعوا المهندس خالد انه يبقى متحدث في المؤتمر، يتكلم عن النادي الاهلي، يتكلم عن قد ايه النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. دي حاجه ايجابيه ماركتنج كمان. حكايه المباراه الوديه اللي دعيته ليها في انها تكون بين الاهلي وريال مدريد مع ريال مدريد في الصوره اللي فاتت دي كنا رايحين بقى بنتناقش في حاجات كتير زي اللي قلت لكم من شويه، الاستاد ومولوا الاستاد ازاي ويبقى في تعاون في قطاع الناشئين بيننا وبينهم. فتعرض وقتها من بوتروجينيو ان احنا يبقى في مباراه بين الاهلي وريال مدريد في مدريد، مباراه وديه، وكنا بنخطط لده ان هي تكون في 2020 بس ده قبل كورونا طبعا يعني كنا بنخطط لده ان هي تبقى في العالم يعني. هم عندهم حاجه اسمها سانتياغو برنابيو كاب بيلعبوها كل سنه يعني في شهر اغسطس مثلا، بيختاروا فريق من اي دوله في العالم يعني، بس فريق تقيل سواء من اوروبا او اسيا او افريقيا. لعبوا يعني مره مع السد القطري في اسيا، لعبوا مره مع فريق من كولومبيا يعني مش لازم اوروبا. اوكي فكان النادي الاهلي كان هيبقى ضيف في البطوله دي في 2020، لكن طبعا الكورونا وقفت الدنيا، لكن احنا لازلنا عندنا علاقات. بس ده اللي بتكلم طيبة. عليه هو انك تبني هذه العلاقات ويكون متواجد على الساحه العالميه، ده مهم جدا. هو ده مهم يا كابتن هاني، ان انت زي بالظبط الماتشات الوديه زي اللي هو بتقول يا سلام ماتش ودي، ماتش ودي ده بيبقى ايه؟ طب فائدته مثلا هو مش رسمي، احتكاك صح وعلاقات هي نفس الفكره. انت برضه المؤتمرات دي والحضور والندوات دي علاقات. انا ببقى فخور جدا لما بروح اسم النادي الاهلي، يعني فعلا وسط الانديه دي بلاقي قد ايه احترام الناس دي للنادي الاهلي في عيونهم. واخد افضل لوجو تقريبا في استفتاء ماركا افضل لوجو في استفتاء ماركا الاخير، وبرضه ماركا علاقتنا لوجو الاهلي علاقاتنا بيهم قويه جدا في ماركا يعني الحمد لله. برضه دي الحمد لله لينا علاقات بانديه ومؤسسات كتير عالميه، وده مش يعني مش شطاره مننا، ده اسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل ده، يعني اسم النادي الاهلي هو اللي مظبوط. بنروح في اي حته احنا سوري يعني احنا راس براس مع اي نادي عالمي كبير، مفيش حاجه اسمها مثلا نادي ريال مدريد او لا، احنا النادي الاهلي في اعظم نادي في افريقيا واكبر نادي في افريقيا، بتبقى قاعد زيك زي ده زي بيحترموك زي اي انت بتبقى رايح يعني راسك مرفوعه اللي انت بتمثل النادي فده بيبقى مهم جدا. احنا كنت بتكلم بس على بروتوكول جامعه ريال مدريد. جامعه ريال مدريد احنا بسبب اللي احنا بنتكلم فيه واللي حضرتك بتقوله واللي بيحصل في الوسط الرياضي، ان احنا دورنا برضو كنادي اهلي انه يبقى في جزء تنموي وتعليمي في الوسط الرياضي، ان احنا نثقف. دي هتلاقي لوجو النادي الاهلي في ماركا ده في ماركا هم محتفظين بيه، يعني انا يعني في الزياره بتاعتنا كانوا هم محتفظين بيه من زياره قديمه،
يعني مش مثلا ده يعني مش على على زيارتكم يعني يعني كان زياره قبلها كان زياره كان زياره لينا قبلها من سنه فانا لما رحنا الزياره الجديده دي لقينا اللوجو متعلق يعني هم يعني موجود. وسط انتر ميلان وسط انديه كبيره اعتزازهم ب هم معلقين لوجو اكبر نادي في افريقيا صحيح بتتكلم في وتكلم في جريده من اكبر يعني طبعا المجلات العالميه اكبر استفتاءات كمان بعدها النادي الاهلي كسب كان شعار افضل لوجو في العالم فاحنا عاملين دلوقتي دراسه البروتوكول ما بين الجامعه الامريكيه في القاهره وجامعه ريال مدريد لتقديم بقى كورسات في الاداره الرياضيه وفي التسويق الرياضي وفي القوانين الرياضيه ويبقى فيه والسبجكت دي كلها هيبقى جواها سبورتس اسكس يعني الماده اسمها الاخلاق الرياضيه دي كانت موجوده انا في دراستي في ريال مدريد يعني كانت بتبقى موجوده في كل السبجكتس يعني ازاي تعاملك مع المنافس ازاي ان انت يبقى فيه روح رياضيه ازاي يبقى فيه احترام ازاي يبقى فيه يعني احنا بنشوف حاجات للأسف. مهازل بصراحه للأسف. والله للاسف بنشوف للأسف. مهازل وبنشوف حاجات يعني لا طليق بمصر يعني واحد بيبقى حزين يعني مثلا انا سعيد جدا ان النهائي مصري انا سعيد فعلا ده جدا ان النهائي بين فريقين من مصر دي حاجه تحسسك بالفخر ان الحمد لله مصر ما بتحصلش واول مره بتحصل وبتبقى انت يعني سعداء بيها وان شاء الله عندنا ثقه في فريقنا ان شاء الله انه ربنا يكرمهم لكن على قد ما بتبقى سعيد ده على قد ما بتبقى حزين ان انت صوره مصر برضو اللي هي اللي انت مهتم بيها ان هي تبقى حلوه وفي النهايه تبقى حلوه للاسف بتسوق ناس بتصدر صوره سيئه لبلدك جدا وانا بقول لك ده وانا على يقين من ده لان احنا مرتبطين بناس بره كتير بنتكلم معاهم الفيدباك بيبقى وحش بيجي لك وحش بيبقى سخريه طبعا بيبقى تريقه يعني انا ببقى زعلان رغم ان هو بيبقى مثلا مش علينا يعني بيبقى على طرف اخر وببقى زعلان اصل في النهايه مش صوره مصر يعني. مش هيتقال بيقولوا عندكم في مصر تيجي كده مش هيتقال اهلي وزمالك يعني زي قضيه نادي القرن بالظبط يعني على سبيل المثال قضيه نادي القرن اللي اتعملت من يعني من لا شيء عشان كده انا بلوم مثلا في الحته في عندنا في الاعلام الرياضي ناس محترمه جدا وشباب بالذات انا متحمس ليهم قوي في حته الاعلام لان في شباب طالع ان شاء الله مستقبل الاعلام الرياضي في مصر يبقى كبير جدا لان في كم من الشباب المثقف والمتعلم واللي دارس والفير جدا في الحته دي ومع قامات كبيره طبعا موجوده حاليا في الوسط الاعلامي الكبار وخبراته هيبقى ليه مستقبل لكن موضوع الهوجه اللي في السوشيال ميديا هوجه ما هي هوجه يعني زي القضيه دي طبعا على بتتكلم في قضيه خسرانه